السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم مشروع البراونيز. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو الفوجي براونيز والكيكي براونيز، يعني براونيز على شكل كيك. هاد جوج انواع اللي كاينين في العالم. انا غادي نوريكم كيفاش تصايبوهم وصفة تجارية، وكيفاش يعني تقتصدوا فيها، وكيفاش تزيدوا تغنيوها باش الا بغيتي تبيع براونيز غالي، وكيفاش تخلي لوغو ديالك سبيسيال على الاخرين. هادشي بزاف، وثمن البيع والباك، مهم الباكاجين، هادشي كامل غنتعلموه. ردوا معايا البال غير مزيان، الله يحفظكم، حيت الفيديو غيكون مشروح مزيان، واخا يجي شويه طويل ولكن صبروا، غنحاول ما امكن نسربي في الشرح. ركزوا معايا. مرحبا. طبعا قبل ما نبداو الفيديو غادي نقدم لكم جوج برودويات ديال المتجر ديالنا بفشكان. عندنا اليوم ميكسور، يعني اله فيها ثلاثه نتاع الحوايج من يوفيسا الاسبانيه، فيها ميكسور ديال الصوبة والكلاصاجات وداكشي، زائد خلاط ديال الكيك، زائد هشوار قوي جدا. الفريتوز هادي من دي اس بي الالمانية، فريتوز كطيب غير بالهواء الساخن، صحية. كتقلي البطاطا، تقلي الدجاج، تقلي اي حاجة بدون زيت، بدون نقطة الزيت، كطيب بالهواء الساخن، كتجي الحاجة مقرمشة وصحية في نفس الوقت. واخر حاجه، اخر حاجه كتسولوني عليها دائما، لي كوكوت. عندنا فيهم هاد الماركه هادي ديال جاتا الاسبانيه، حاجه كاليتي ما شاء الله، فيها ثلاثه الانظمه ديال الحمايه، والاينوكس فري اينوكس، فري اينوكس ما كاينش، يعني اس او اس 304، يعني ما شاء الله حاجه نقيه بزاف وديال الدوام. اللهم يسر ان شاء الله. مرحبا بالجميع، تواصلوا معنا على الرقم اللي كيبان في الشاشه هنا ان شاء الله. اولا غادي نبداو بالفوجي براونيز اللي تتكون فيها الماتير غراس طالعه مقارنه بالكيكي. الكيكي تتكون كميات النواشف اكبر من كميات السوائل، هنا تتكون السوائل والدهنيات اكبر من الدقيق. ردوا معايا البال نتعرفوا على المقادير. في المقادير عندنا اول حاجه جوج بيضات، زائد 180 غرام ديال الشوكولا. الشوكولا دائما في البراونيز تتكون شوكولا كوفيرتور، لا كوفيرتور نواغ اللي كتكون فيها نسبه الكاكاو طالعه. شد الباكيه ديال الشوكولا، ما تحتاج كاع تعبرها، العبار ديالها تقريبا تيكون كل باكيه وكيفاش كتشوف الباكيه من اللور كيبان لك الغرامات. اهم حاجه باش كنعرفوا الشوكولا كوفيرتور، واحد النسبه كتكون فيها كتلقى 35% 38% وقدامها كاكاو، هذيك هي النسبه ديال الكاكاو، خصها تكون طالعه تفوت 50%، 50% الفوق، 50 55 60 70، باش ما كتزاد الكاكاو، باش ما كتكون شوكولا حاره. البراونيز دائما تيبغي هاد الشوكولا، هاد النوع تاع الشوكولا بالضبط. ثانيا عندنا 40 غرام ديال الزبده، المقادير بكاس العنبه غتلقاوهم في الديسكريبسيون ديال الفيديو. 110 غرام ديال السكر بودره، تقدروا ديروا السكر سنيده، تقدروا ديروا السكر براون، يعني هنا الابداع ديالكم، جربوا ثلاثه الوصفات فيما جاتكم خاطركم ديروها. انا هنا اقترحت عليكم سكر بودره. عندنا ايضا واحد الخماره، زائد 50 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الدقيق. المكونات اللي ماشي اساسيين في الوصفه والاضافات كما يتسموا، واللي كيخليو البراونيز ديالكم يجي بنين بزاف، عندك واحد تقدر دير شويه تاع الكافي، سريعه الذوبان، انا درت معلقه صغيره هنا، زائد لي بيبيتو الشوكولا. بيبيتو الشوكولا يكونوا كوفيرتور نوار، يكون حاجه كاليتي، شوكولا واعره، ماشي شوكولا سكري اللي ما كتكلش، اللي ديال غير تزيين وداكشي، لا. وعندنا البودر كاكاو، البودر كاكاو باش نزيدو نقويو الشوكولا في البراونيز. صافي، هذا هي الوصفه التجاريه، احتفظوا بها، دوبليوها. هاد الكونتيتي هادي راه تخرج لكم تقريبا ما يعادل 12 حبه ديال البراونيز، في كل حبه 8 سنتيم، لا في كل حبه 7 سنتيم على 7. ردوا معايا باش شنو كنقول، 7 على 7. صافي، مرحبا، بسم الله على بركه الله. نبداو نصايبوا البراونيز ديالنا. اول حاجه غادي نديرو شوكولا مع الزبده، نديوهم يذوبوا في الماء ماغي. احسن حاجه باش تذوبوا شوكولا في الماء ماغي، ما تذوبوش فوق النار ديريكت، لا تحرق لكم وتعطيكم لوغو في البراونيز. بماغي مباشره في واحد الباسينه اخرى، كنديروا البيض، كنخلطوه مع السكر، كنخلطوه مزيان بحال هكا، ودائما هنا كنديروا شويه الفاني، واحد شويه تاع الفاني، باش الا كان شي مشكل في البيض ديالنا ولا شي حاجه تغطيه ديك المذاق ديال الفاني. وطبعا راه ما كنحتاجوش الفوي بحال هكا الكهربائي، نقدروا غير بالفوي عادي نضربوا البيض ديالنا، وما نحتاجوش نضربوه بزاف كيما هكا، غير تضرب عادي. مباشره ان شاء الله كنخلطوا الدقيق مع الخميره، وكنخويهم فوق هاد لاباري هادي، ونخلطوا كلشي. كنضيفوا المكونات الزائده كما قلت لكم في الاول، بودر كاكاو، الكافي، ليكي بيبي شوكولا، نقدروا هنا نديروا الطروفه تاع الاوريو، الا كنا نديروا براونيز اوريو، نقدروا نضيفوا
اللوز، الكاوكاو، النوكا، اي حاجه بغينا نضيفوها هنا نضيفوها بالكونتيتي اللي بغينا. حيت علاش هنا كنديروا ليكو نقدروا نلعبوه هنا، يعني بالنسبه للناس اللي كيبيعوا يديروا بزاف ديال الاشكال، يديروا تاع اوريو تاع كل حاجه بغيتوا. كنخلطوه هكا مباشره. اخر حاجه كنضيفوا الشوكولا وكنميكسيو الخليط ديالنا، نقدروا بفوينيت باش ميكسينا نميكسيو به ثاني. انا هنا استخدمت لالوش وخلطت مزيان لاباري ديالي بحال هكا، وفي الاخير ضفت شويه تاع لي بيبيت مازال باش نقوي لوغو ديال الشوكولا ويجي البراوني ديالي غني. هنا لعبوا كيما بغيتوا، الكونتيتي اللي بغيتوا، خذوا راحتكم. هنا غنخويو البراونيز ديالنا في واحد السيركل بحال هكا، ودائما الكارت في الطاوله، حيت الا ما درتوش كارت البراونيز راه كيلصق في الانوكس كيلصق. والسيركل ديروا دهنوه بالزبده من الجناب صافي. طبعا في تجي براونيز ما نديروش في الطاوله بحال هذه فاش درتو، ديروه في شي وحده مجموعه. من الاحسن ديروا مول يكون مجموع قد هكا. ولي بيسور ديروا في بالكم واحد الحاجه، لي بيسور اللي فاش كات ايطاليو اللي عطاتكم راه هذاك هو لي بيسور باش غيخرج البراونيز ديالك. يعني الا بغيتي يكون عريض، ومن الاحسن الفوجي براونيز يجي شويه عريض، خصك ديروا في مول مجموع على هذا باش يجي عريض، يبان داك الوسط ديالو عريض. ها نتوما الفران تياب كيطيب البراونيز 180 درجه مده نصف ساعه، 25 نصف ساعه، وتقدر يعني على حساب الفران. بالنسبه للفران الغاز يدير عافيه مهيله لتحت وعافيه مهيله الفوق، ويخليه يطيب خاطر وغيطيب في اقل مده، يقدر يطيب في ربع ساعه بالنسبه للفران الغاز. فران ديال الضو نص ساعه، 25 دقيقه نص ساعه، هذا هو الطياب ديال فوجي براونيز. دابا نفوتوا البراونيز، الكيكي براونيز، هذا كيتسمى البراونيز على شكل كيك. ردوا معايا البال. المميز فيه هو ان الكونتيتي ديال الدقيق، يعني كونتيتي ديال الدقيق زايده، كنزيدو كونتيتي نتاع الدقيق. ردوا معايا البال شنو كنقول لكم. هنا عندنا 198 غرام ديال الدقيق، عندنا ايضا 113 غرام ديال الشوكولا، 113 غرام ديال الشوكولا قل من الكونتيتي ديال الفوجي براونيز. عندنا 56 غرام ديال الزبده الاكل. ركزوا معايا مزيان، هاد المقادير غنعطيهم لكم بكاس العنبه في الوصف باش الناس اللي يديروا في الدار. عندنا ايضا واحد 200 غرام ديال السكر، هذا طالع في السكر، طالع الكونتيتي تاع السكر، 200 غرام ديال السكر. السكر سنيده، السكر البني، السكر كلاصي، اللي بغيتي ديروا. انا هنا دخلت ما بين السكر المذهب مع السكر سامبل. عندي واحد 3 البيضات، وعندي ايضا واحد 10 غرام ديال بودر كاكاو ولا معلقه صغيره عامره فقط. نقدروا نديروا لي زيكسترانيت اللي درنا في هذاك، نديروه في هذا، نديروا القهوه بودر كاكاو. انا هنا اكتفيت بودر كاكاو باش نشرح لكم ثاني واحد اللعيبه هنا، بانك تقدر تبدع كما بغيتي. لا داكشي علاش درت بودر كاكاو بوحدو، نقدر ندير الكافي، ندير راه مازال غندير لي بيبيت شوكولا في النهايه نتاع الفيديو. شوفوا معايا شنو كندير، نفس الخطوه كندير الشوكولا ديالي مع الزبده ونمشي نديوهم ندوبوهم. هذه خطوه مهمه، كنديوهم ندوبوهم ان شاء الله في واحد الباسينة. مباشرة كنديرو البيض ديالي مع السكر وكنضربوهم. ما تحتاجوش الفوي هنا، غير فوي عادي وتطرب يكون عادي، ما كاين حتى مشكل. مباشرة كنخويو الدقيق ديالنا والخميرة فوق الخليط ونميكسيوه تاني بحال هكا. اخر حاجة الشوكولا. الشوكولا ملي دابت كنخويوها فوق هاد الخليط هذا ونخلطوا كل شيء ان شاء الله بحال هكا. هذا هو البراونيز ان شاء الله ديالنا. هنا البودر كاكاو بالعاني درت لكم هذه القضيه ثاني، اني خليته للاخر باش الناس مثلا اللي طرات لهم هذا المشكل ونسى بودر كاكاو ما يحلش، راه يقدر يضيفوا ديك الساعات في الاخر. اي حاجه تقدر تضيفها في الاخر. ها نتوما شوفوا معايا مثلا لي بيبي شوكولا ضفتهم في الاخر، لي زيكسترا تقدروا تضيفوهم في الاخر، تقدروا تضيفوهم في الاول، ما كاين حتى مشكل، خذوا راحتكم. ومن الاحسن لي بيبي شوكولا تضافوا في الاخر، حيت في الاول غادي تاثر عليه الحراره نتاع الشوكولا. هنا الحراره نتاع الشوكولا نقصت وغيبقاو بعدا لي بيبي شوكولا شادين راسهم حتى الفران عاد غادي يذوبوا في الوسط. ملي خوينا نفس الطريقه ثاني سيركل، غير هذا ركزوا معايا الكيكي براونيز هو كيتنفخ، حيت فيه شنو قلنا، فيه الدقيق، كميه الدقيق كبيره،
شنو قلنا في الاول؟ الخمارة كتشد في الدقيق، يعني هذا الى ايطاليتو في هذا راه هو هذاك غادي يشد العبار مقاد، غادي تنفخ، هذا غادي تنفخ، الاخر الاولاني ما غاديش تنفخ. هذا ليبيسور هذا اللي باش سرحناه دابا غادي تضوبل على جوج، هاد ليبيسور هذا دابا باش كنسرحو عطيت مثلا فيه 4 مليمتر، ملي غادي يخرج من الفرن غادي تكون 8 مليمتر. الاولاني الى فيه 4 مليمتر راه 4 مليمتر اللي غتلقى فاش يطيب، تقدر كاع يتفش كاع كثار يقل يجي كاع قل 3.5 مليمتر، يعني ردوا معايا البال، يعني هذاك ليبيسور ديالو حنا كنلعبوا فيه من الاول، هذا لا هذا كنعرفوا ان ليبيسور غيتدوبل غنسرحوه في الطاوه ما كاين حتى مشكل. اما بالنسبه للطياب ديالو فراه نفس الطياب ديال الفوجي 180 30 دقيقة بالنسبة للفران ديال الضو، 25 ربع ساعة بالنسبة ديال الفران ديال الكاس، العافية مهيلة الفوق وعافية مهيلة التحت. ملي خرج البراونيز ديالنا التقطع ديالو ساهل مال، كنعبرو كنشدو العبار ديال المربعات ديالنا، كل عبار كنديرو هنا انا غندير 7 سنتيم على 7 سنتيم، وطبعا بالنسبة للتقطع دائما واحد الشيفون حدانا وكنبقاو نمسحو الموس حيت الشوكولا الداخل كتلصق لينا في الموس، الا قطعنا به وحنا متواصلين بلا ما كنمسحوه كيتوسخو الاخرين، يعني خص يجي تقطع متوازي ولي براونيز بيان فيني. شوفوا معايا كي كتجي البراونيز ديالي في التقطع ما شاء الله واعره، هذا هو الكيكي براونيز. طبعا شنو اخر هذا ما كان بالنسبه للباكاجين، انتما كنقطع البراونيز ديالي مزيان. طبعا بالنسبه للباكاجين ساهل ماهل، كناخذو كنشريو لي بواط جمله، هاد البواطات هادو انا طلعوا عليا بشي درهم تقريبا للبواطه. شنو درت؟ درت لها واحد الاوتوكولون فيها اللوغو ديالي، اوتوكولون في المطبعه كتعبر البلاطه ديالك 15 سنتيم على 15 مثلا، فيها كندي عند المطبعه كنقول له هذا اللوغو ديالي خرجوا لي 15 على 15، غادي يخرجوا لك غتحيدوا من الكاغي تلصقوا فوق من البواطه، لداخل تقدر تكتب شي عباره كيما درت هنا، يعني كاينين عبارات على البراونيز او لا تقدر يعني بنادم يجي عندك يقول لك كتب لي واحد الميساج مثلا كادو لشي واحد، تدير له هذه اللعيبه هذه حتى هي راه تيكي لاصقه هنا، كنطبعها من المطبعه شي جوج دراهم الورقه ولا درهم الورقه. البراونيز ديالي كنستفو بحال هكا، ثمن البيع نقدر نحسب لهاد البواطه مثلا فيها 4 ديال لي براونيز كبار 7 على 7 نقدر نحسب لها 12 درهم 15 درهم، هذا هو الثمن ديالو. فري براونيز يعني مصنوع من المنزل هكا، غادي نبيع وغادي ندير واحد الباج انستغرام ونبقى نبيع فيها ان شاء الله، وطرق التسويق كاينين في الانترنت تعلموهم، والباكاجين حتى هو بدعوا في الباكاجين كما بغيتوا، اللهم يسر يا ربي امين.